Bonjour mes amis, l'humana le 19 août 2023. Nesma في فيديو تاع النصاب بن زديره البارح. الوغ كيما يقولوا هنا في البلاد ما يحشمش. مازال شد طريق. ستادير هو اللي عنده الحق. الطريق تاعو هي اللي تاكل. يهدر مع الشعب كل اللي يهدر مع الدواب ولا يدير لي زاناليز بوليتيك حتى في الريجيونال نيجر مالي معادي معادي ميتير راه الله ماكر راه الله شين دار هكذا هذي ما نسمعوش انا نعقب دايما انا سكيما انتيريس وانا ندير لكم لا فيديو هذي ونسمعكم لقطات Ce qui m'intéresse. Premièrement, c'est que Mazel, il chiite ou il brosse le tibboul. Il a déjà l'affaire de Khoa, bien sûr. Il n'y a pas. Il a dit qu'il s'est dit Khoa. Khoa, il est là, il basse. Il est avec lui. Il a dit qu'il sorte. Il Donc, il brosse à Inani. يبروسي عينني الثانيه مازال يخوف في الرئيس يخوف في الرئيس يخوف كاينه ثوره ضدك يا سيد الرئيس من ناس مش من الشعب ولا من الزواليه ولا من هادو ولا من القبائل ولا نو ثوره مضاده من وسط النظام دي جون ستركتوري اللي عندهم المخابرات اللي عندهم لا اللي عندهم لانفورماسيون هاي واش كسر دير شكون هو يفيزي هاو يفيزي في لو ديريكتور جينيرال دو لا بوليس سي سون انمي جوري دوك خلاص هذه الاولى والثانيه هو عنده تشيبا فور كون يطيح بن شيخ سي يريوسي يليميني بن شيخ عنده تشيبا كبيرة مي هو على حسب المخطأ تاع بتي وازو يسطاك نوتر سطاك الواحد اخر هذا يعيطوا له بوعلام بوعلام انا جلو كوني با سي كونسي دو بريزيدون مي سلون بالقصديرة سي هذا هو اللي حاكم القوذات رايحة الله فتح أخوه بن شيخ أريتي أخوه ولا كليك تاع البوندية تاع البرين بصح كاين واحد آخر اللي هو يمد الأوامر للعدلة هو بوعلم وشكون هو يحكم في الجزائر ماش تبون سي بوعلم يحوس كما كنا احنا صغار نحبوا نشيروا الوعي يقولوا هضر عليك هاو قال عليك هاو هضر عليك او شر عليك ولا باش كي هذه من شغل ماناش دون زون ريبوبليك كي سو ريسبكت نو سوم دون زون حبي دونا دون زون ريبوبليك بانانيير تاع القال والقول كما قال بوتفليقه الله يرحمه طيبه الحمام رانا لحقنا لها دونك اسمعوا دوكا واش يقول على الثوره المضاده ونولي لكم في هذا البث المباشر اللي هو عنوان حلقه اليوم من يسير دواليب السلطه في الجزائر حاليا وما هي حقيقه الصراع القائم او ما يسمى بالثوره المضاده طبعا الثوره المضاده التي باتت أمر واقع وهي حقيقة لا نستطيع أن نتهرب منها ورئيس الجمهورية يكرر هذه الجملة أكثر من مرة ويقول هناك ثورة مضادة وهناك لوبي أو عصابة تعرقل الإصلاحات والنية الصادقة للرئيس الحالي تبون
عندما يقول الرئيس تبون أن هناك ثورة مضادة، وعندما نقول ونكرر أنه بالفعل هناك ثورة مضادة. طبعا نحن لا نتكلم على ثورة مضادة يقودها قدور الهايشة أو قويد المسخ أو السلامي أو بن عليا أو تنظيم سياسي مجهري أو منظمة جماهيرية أو أي جمعية خيرية أو جمعية رياضية. ثورة مضادة يقودها ويقف وراءها لوبي متجذر في السلطة والنظام، لديه ميكانيزمات، لديه آليات، ولديه إمكانيات مادية وبشرية ولوجستيكية وخاصة معلوماتية. لأنه سمعت هذه على بوعلام بوعلام وهذا بن شيخ، لي دو بيفو، واحد يخدم للرئيس شاد له كاع لاسبي جوريديك وهادي اون طونك كونسي برك، واحد حاكم كاع لا سيكوريتي ناسيونال اون طونك ديريكتور جينيرال دو لا بوليس، سي تو. اي ديبون دان مينيستر، لو مينيستر ديبون دان برومي مينيستر، لو برومي مينيستر ديبون دان بريزيدون، مي بالقصد رايح وسعد. دوكا بصح راح نقول المسقي، اسمعوا مليح هذه لافير اللي يهضر عليها، هضر عليها ديجا بلوزيور فوا. واش وخالص عليها من الخارج، ما عندي فامي تاع العصابه اللي هم في الحبس، صافي عام وهو يهضر ويقول يا سي تبون دير كما دار محمد سيس، محمد سيس تاع السعوديه، داهم في لوتيل، دخلهم اللوتيل وغلق عليهم وقال لهم ترجعوا الدراهم ونطلقكم ورجعوا الدراهم نطلقهم. يحوس يخرج الجماعه تاع العصابه اللي في الحبس، اللي داو دي مليار دي مليار دي مليار وشراو بهم في ليطرونجي، ويحسب راهو يهدر مع حكومه طر كما هو. يا سيدي الرئيس هادو كاع عندهم خاوتهم نساهم احفادهم ولاد عمهم، هم هما راهم دايرين جيش، راهم هما يديروا في المشاكل. كل اللي هنايا ما عندناش جيش، ما عندناش جيش، ما عندنا جدرمية، ما عندنا بوليسية، ما عندنا مخابرات، ما عندنا والو ريان. يخوفونا الناس راهم في الخارج يتجاراو كي الكلاب، اللي يجي يدي لهم قطعة دراهم ويحوز من قصديرة ويقول سوكي قراب. بصح سوكي قراب سيكي قال دوك دوك تسمعوه، قال باللي الرئيس دون زان سيركل ريسترا، قال يحوس يجيب يرجع الأموال ويدير قانون تاع العفو، العفو صدير علي اسمح واطلق الناس. ها يا سيدي، وانا يا هدرت قلت لي يا ولدي الرئيس ما يدي الرئيس لو بريزيدون تبون مالغري هذا بن قصديره ويدي في دراهم، مالغري دي كونسيي يدي في دراهم يقولوا له نديرو، ما يديرهاش ما يديرهاش باسكو هو معاه الشعب، كون يديرها خلاص يدي مور بوليتيك، يدي مور بوليتيك. الدراهم كاين لي زانستيتيسيون الجيريان راهم يضربوا باش يجيبوا، خليهم يخدموا، راهم يخدموا في خدمتهم، جاو الدراهم ولا ما جاوش ما يهمناش حنا. حنا يهمنا إيزون إيتي كوندامني كيما الزوالية اللي سرق تليفون، اللي ضرب مرتو، اللي ما خلصش النفقة، اللي راهم في الحبس، يقعدوا في الحبس حتى يكملوا لي بان تاعهم. هذا ما كان. فوالا لا جوستيس سوسيال اللي هو يدير فيها، يدير فيها تبون. تبون ما راهش يسني
كما سنيا بوتفليقة سنيا هذيك تاع لا ديسبوزيسيون دو لا هونت. الناس قتلوا صحاب اللحيه قتلوا وذبحوا وسنيا عاني العفو تبون ما يديرهاش. علي خليكم تسمعوا. السلام عليكم. القرارات بالموازاة تكون فيها قرارات في الشأن الداخلي تقوي الجبهة الداخلية وتدعم هذه القرارات في السياسة الخارجية. لما تكون عندك يعني مثل ما نقولوا عندك دعم داخلي وعندك سند وعندك دفاع شعبي ودفاع عسكري وشعبي بالخصوص في الداخل، عندك ترسانة في الداخل والشعب متوحد والشعب متفق والشعب مطمئن والشعب راضي، أي قرارات خارجية يتحمل مسؤوليتها الشعب، لأن الرئيس يتكلم باسم الشعب. الرئيس يتكلم باسم الشعب ويقرر باسم الشعب. لكن عندما تكون السياسة الخارجية والقرارات الخارجية لا علاقة لها بالشارع الجزائري والشعب الجزائري، غير مطلع أصلا وغير راضي أصلا وغير مهتم أصلا، هنا يولي خلل. يسألني واحد يقول لي وعلاش مش مهتم؟ لماذا الشعب غير مهتم وغير راضي؟ لأنه السياسة الداخلية هشة، القرارات الداخلية هشة، والرئيس شخصيا لا يتحمل مسؤولية. الرئيس تبون لا يتحمل مسؤولية. أنا قلت لكم في بث أول أمس، قلت لكم أنا الرئيس حسب ما بلغني وحسب ما هو واضح وحسب حتى خطاب الرئيس، الرئيس يريد استرجاع الأموال المنهوبة داخل وخارج الوطن، ويريد إعادة الثقة ما بين المواطن والسلطة، ويسعى لإقامة يعني قانون أو مبادرة اللي هي لم الشمل والمصالحة، ولكن المصالحة قبل المصالحة. المصالحة التي كان يفكر فيها الرئيس تبون وناقشها مع بعض المسؤولين والخيرين هو أنه يطبق قانون استرجاع الأموال المنهوبة وإصدار يعني مراسيم رئاسية، عفو رئاسي على الناس اللي ما خانوش الوطن، الناس اللي ما تعاونوش مع الأعداء ضد الوطن. أما الناس اللي يعني عندهم فساد مالي يرجعوا الأموال اللي نهبوها أو الأموال اللي تهربوا من الضرائب أو تهربوا من التصريحات الكاذبة للجمارك وهذه الأمور، يرجعوا الأموال للخزينة العمومية وتطبق عليهم عقوبات مخففة. هذا هو البرنامج.